يا بنات ازيكم، وحشتوني كتير. النهارده كان ان شاء الله هعمل لكم سلطه الرنجه بشويبس الليمون او بالسيفن اب زي ما تحبوا يعني. تعالوا كده مع بعض كده، ايه ننضفها الاول. قطعت كده الرنجة مكعبات بالشكل اللي شايفينه قدامكم دي. بعد كده هنزل عليها بعصير ليمون. عصير ليمونة كاملة طبعا. وعندي كمان معلقة خل. عندي كمان طحينة. كمان عندي طماطم متقطعة مكعبات وبصل. يعني حباية كده وحباية كده، حباية كبيرة كده. هنزل كمان بمعلقة يعني ايه زيت. نقلب بقى الكلام ده كده كويس. هي بقى الجديده واللي هتخلي السلطه بتاعتنا دي تحفه، طعمها كده حاجه كده يعني تفتح النفس بجد. هننزل كده بال يعني نص كوبايه صغيره كده من السيفن اب او من الشويبس الليمون. قلبي بقى ودوقوا بقى السلطه دي، بجد تحفه قوي وحاجه هتفتح نفسكم بجد. شايفين كده ايه؟ احط رشه كده من الشطه لو انتوا حابين، طبعا مش حابين خلاص استغنوا. كده بقى السلطه بتاعتنا جربوها، انا متاكده ان هي تعجبكم بجد، حاجه جميله وتفتح النفس. اتمنى بقى الفيديو كده يعجبكم، لو عجبكم طبعا الفيديو ما تنسوش باللايك والشير وسبسكرايب طبعا للقناه. باي.